قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بتسليم 150 شجرة وشجيرة لمركز معا للتربية الخاصة بحضور أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة وعدد من المتطوعين تعزيزا للشراكة الوطنية مع مختلف فئات المجتمع خصوصا فئة ذوي الهمم. وتهدف الفعالية إلى غرس القيم البيئية وترسيخ هوية حب الزراعة والتشجير في قلوب الأطفال التابعين للمركز وأهمية الاهتمام بالزراعة. وبهذه المناسبة عبرت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة أمين عام المبادرة الوطنية عن بالغ فخرها واعتزازها بحجم الوعي المسؤول لدى القائمين على مركز معا للتربية الخاصة. طبعا مهم جدا ان تكون مملكتنا الحبيبه خضراء، ومن هاي المبادرات الجميله ان في كل مكان ممكن نزرع، سواء ان كان يعني تبع المراكز هذه المهتمه بذوي الهمم. وطبعا هذه من هاي المنطلق نشجع كل مواطن لو زرع شجره عند بيته اكيد البحرين كلها بتكون مملكه خضراء ان شاء الله باذن الله. طبعا اتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو معالي سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة على رعايتها لأبنائها من ذوي الهمم في حملة دومتى خضراء، وكان لنا الحظ والشرف أن نشارك يعني هذا العام في حملة دومتى خضراء، فكان لدينا حلم منذ فترة طويلة بأن يكون زراعة شجرة باسم كل طفل من ذوي الهمم، وهذا العام تكلل هذا الحلم إلى النجاح على أرض الواقع. بيكون في سلسلة تتبع هذا الموضوع، مش بس الشجرة بتتزرع، لا بيبقى في الطفل بيرعاها ويقدم لها الرعاية ويشوفها وبتكبر، لو مثمرة وطلعت الثمار بيكون سعيد جدا بالثمار بتاعتها. طبعا هذه أول نقطة. هناك اتجاهات اجتماعية سالبة تجاه أولياء الأطفال أنهم فقط مستهلكين، ولكن هم بيتحولوا من مستهلكين إلى منتجين، بيغيروا في المجتمع، بيوصلوا رسالة للمجتمع أنهم نافعين في داخل هذا المجتمع. أيضا هذا ما يحققه تكافؤ الفرص الذي نصه قانون مملكة البحرين أن يكون للجميع فرص متساوية في المشاركة في المجتمع.